ثواني يمكن وصلنا. هاي التلة هي نفس المكان. ايه جايين للبارك، تمشينا شوية. هاليوم اثنين حبايب، شوفوا لي هاي البحيرة. طبعا انا دا اتمشى هذا المنظر. هاي هناك مكان القعدات اللي يريد جروبات. هاي بحيرة هنا. واو شوف الشجر شلون صايرة بنص البحيرة. شوفوا لي هالمنظر حبايب. طبعا أنا أول مرة أجي هنا على هذا البارك، هيك يعني جينا جولة سريعة، يعني ما كنا مخططين نجي للبارك، كنا طالعين وشفنا الناس هنا جايين وهاي ونزلنا ويا الحبايب، فقلت خلي أصور هذا المنظر الحلو بما أنه أني وصلت لغاية هنا، وننطي شوية طاقة إيجابية للحبايب. هما دا تشوفون بحيرة، طبعا شوفوا الأشجار شلون معكوسة بالمي، المنظر منظر الأشجار بالمي، سبحانك يا رب. بس أحلى شي هاي الشجرة بالبحيرة، شايفيها شلون؟ شايفين المنظر؟ طبعا أكو ناس جايين دي يصيدون هنا، أنا شي يصيدون؟ أكو هنا عجبة سمك؟ هاي هنا تلقاهم كلهم يجون يتمشون. طبعا هنا أنا هذا بيده كلب، انا اخاف من الكلب والله، حتى لو بي حبل. انا ما اجي للباركات كلها من ورا الكلاب. طبعا منظر يجنن حبايب، بتشوفون المنظر يجنن ياخذ العقل. هم زين شوية جو يعني مو كلش حار مكسور. حبايب بدنا نتمشى، صار لنا تقريبا نص ساعة، نص ساعة. طبعا هي حلوة هنا المشي، بس اني مثل ما قلت لكم اني اخاف هواي يجيبون وياهم كلاب بالبارك، وسامعة يعني اكو حوادث هواية تصير بالبارك، فاخاف عندي شوية خوف من الحيوانات. شتا الحارة هنا هذا، خلي هذا جسر راح نصعد هنا تشوفون جسر خشبي. هاي على ايام زمان ذكروني بالدوره، منطقتنا الدوره كنا ساكنين بالدوره، هالشكل كان اكو بالسبعينات احكي اني اللي عايشين فتره السبعينات. هذا جسر خشبي طبعا، شوفوا هنا المنظر يا الله، واحد ياخذ اكسجين. هاي نزلنا من هذه باركات هواية تلقون هنا، يعني حتى ان يتمشون هم هنا الاجانب كلهم تلقاهم يا الصبح يا ظهر يا المساء كلهم مشي. طبعا انا اللي وياي بنتي وين صارت؟
ارجع. طبعا وين دار اسوي ضفادع، انطوهم اكل جوي، خف زوي تليفوني هنا اليوغا، شوف هاي كلها ضفادع، انطوهم اكل وطلعوا. يجون هنا جهال صغار وياهم يذبونهم خبز بذور. سبحانك يا رب. ناس على البايسكلات، ناس مشي، ناس ركض، ناس قاعدة. شوفوا لي هالمناظر الحلوة. وفراقهم بتاني سواها بيا سلمان، جيت اسأله علي نسوني. خلينا نصور هالبطاطات الحلوات العلوات، محلاهم محلاكم محلاكم محلاكم. وين رحتوا حبايب؟ وين وين؟ اوه لالا لالا هذا فريق نيلز، نيلز وأصدقائه. من يذكر كرتون نيلز؟